أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة على بعد أيام قليلة من الآن ستحل الذكرى الواحدة والخمسون لجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن وتأتي هذه الذكرى في ظل نشاط دبلوماسي استثنائي لبريطانيا في حل أزمة الصراع بين الشرعية اليمنية والانقلاب وفي ظل شكوك لدى البعض تجاه الدور البريطاني في الثوره المضاده للربيع العربي وهناك من يتساءل ما دلاله هذا النشاط البريطاني الجديد في المنطقه بعد غياب طويل عن الانظار غياب بريطانيا يعني هل عادت بريطانيا الاستعماريه في ثوب جديد الى مستعمراتها القديمه وغيرها من الاسئله هذه الحلقه ستتناول هذه المخاوف وغيرها من الافكار فكونوا معنا سبق وتناولنا في هذا البرنامج الدور البريطاني في اليمن وفي المنطقه في حلقتين ماضيتين، واتذكر اني قلت في احدى تلك الحلقات ان تولي بريطانيا لملف في اليمن في مجلس الامن من خلال المبعوث الدولي جريفيث سيعجل بنهايه الازمه والحرب، وقلت ان بريطانيا ستحرص على بقاء سلطه الحوثي لاغراض خاصه تخدم بريطانيا في الجنوب. والحقيقة أن بريطانيا لم تكن غائبة عن ملف الجنوب وعن المشهد من بداية الحرب والأزمة فقد كانت ضالعة في هذه الأزمة عن طريق نظام الإمارات وهذا مش استنتاج أو ليس استنتاجا فقط بل معلومة سمعتها أنا شخصيا قبل أيام من سياسي يمني يروي ما جرى بين زميل له وبين مسؤولة في الخارجية البريطانية فقد سأل هذا السياسي اليمني قبل مده سألها لماذا بريطانيا غائبه عن الصراع في اليمن؟ فاجابت هذه السياسيه البريطانيه بابتسامه ماكره: من قال ان بريطانيا غائبه؟ بريطانيا حاضره من خلال نظام الامارات. سألها ولماذا من خلال نظام الامارات؟ لماذا لا تحضر بنفسها؟ بشكل مباشر؟ اجابت قالت التدخل البريطاني الصريح في اليمن ليس في صالح بريطانيا، ثم ان التدخل يحتاج الى المال، وبريطانيا ليست مستعده لدفع المال، لكن الامارات مستعده. ايا كان الاتفاق المبرم بين بريطانيا ونظام الامارات فان الواقع الذي فرضته الامارات في الجنوب وفي الحرب اليمنيه بشكل عام يمكن ان يفضح هذا الاتفاق، واضح. ولا غرابه ان تقوم بريطانيا بهذا الدور في اليمن فهي معتاده على شغل المخططات القذره في الخفاء على شاكله سايكس بيكو. من الواضح ان الاطماع الاستعماريه القديمه قد عادت الى دول الاستعمار الاوروبي لكن بثياب جديده وفكر جديد. من الواضح ان بقاء الحوثي قوه متماسكه سيخدم الاجنده البريطانيه الاماراتيه في جنوب اليمن. والدولتان كلاهما لديها اطماع في ميناء عدن وجزيره سقطرى. في ظل الصراع التجاري المحموم الذي دشنته الصين بفكره مشروع الحرير او مشروع طريق الحرير. قد يستغرب البعض حديثنا عن عوده الاستعمار الاوروبي الى المنطقه وهو لا يعلم ان الحديث عن عوده الاستعمار قد اصبحت أو قد أصبح حديثا علنيا في كبرى الصحف والمجلات الأمريكية والغربية ومن قبل أشهر كتابها أيضا قبل مدة نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية وهي أحدى أشهر الدوريات العالمية قريبا من مراكز صنع القرار الأمريكي نشرت مقالا في شهر يونيو من العام 2015 يدعو لعوده الاستعمار الى الشرق الاوسط، هكذا بصريح العباره. كان عنوان المقال هو: "إنه الوقت المناسب لعوده الامبرياليه للشرق الاوسط". لكن الانتقادات بعدين ادت الى تغيير العنوان فيما بعد على موقع المجله الالكتروني. كاتب المقال هو روبرت كابلن. احد اشهر الكتاب الامريكيين والعالميين. وهو مسؤول سابق. عمل في رسم سياسات وزاره الدفاع الامريكيه عقب وصول الرئيس الامريكي اوباما الى البيت الابيض. وكذلك عمل ايضا مستشارا للجيش الامريكي. ويُعتقد انه ساهم في التخطيط لحرب العراق في العام 2003. وهو ايضا جندي سابق في الجيش الاسرائيلي يعني تاريخ تاريخ من التدخل في الشرق الاوسط. كابلان هذا بيقدم نظريه حول الوطن العربي بيقول ان العرب لا يمكنهم ان يستقروا من غير امبراطوريه اجنبيه تدعس عليهم تسيطر عليهم او نظام دكتاتوري من داخل يدعس عليهم يحكمهم يا امبراطوريه من خارج يا دكتاتور من داخل والا ما ما يعرفوش يعيشوا ويقول ان ثورات الربيع العربي كانت نتيجه لضعف الحكومات المركزيه الدكتاتوريه العربيه وليست نتيجه للمطالبه بالحريه هكذا يفتري على الناس ومن ثم كما يقول كابلان ما دامت هي هذه طبيعه العرب وهم حق دعس فان على امريكا ان تفكر في فرض الاستقرار في البلاد العربيه وليس في نشر الديمقراطيه يعني ينبغي ان تفرض الاستقرار فرض بدل ما تفكر في نشر الديمقراطيه لان العرب كما يفهم من كلامه لا يستحقون الديمقراطيه وبالتالي يعتقد كابلان في ذلك المقال ان على الرئيس الامريكي الجديد بدءا من العام 2017 عليه ان يفكر في استعاده النفوذ الامبريالي الغربي يعني الاستعماري القديم باسم اخر طبعا يعني تحت مسميات جديده ويقول انه كان اسهل للامريكيين ممارسه هذا الاستعمار من خلال رؤساء دكتاتوريين محليين يعني كان هم كان يعتقد انه الحكام المحليين عندنا علي عبد الله صالح فلان 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 هذولا كانوا هم ادوات الاستعمار كان اسهل لامريكا ان تستعمرنا عن طريقهم لكن كما قال عدة دول الان فقدت هؤلاء المستبدين راحوا سقط القذافي وكما قال راح صدام حسين والاسد اصبح ضعيف وانا مريضه على رايتك يا طويله وغيرهم من الحكام العرب سقطوا في هذه الحالة يعني الدكتاتورين الذين كانت أمريكا تحكم من خلالهم سقطوا. في هذه الحالة ينبغي على أمريكا أن تأتي بنفسها. وكلام كابلن هو في الحقيقة كلام الغرف المغلقة في أمريكا والغرب الاستعماري عامة. وهو الظاهر يعني من سلوكهم نفسه يعني السلوك الميداني نفسه هو اللي يدل على أن هذه هي نظرة أمريكا نفسها في الغرف المغلقة وفي الدولة العميقة للعرب. من الواضح ان الامريكان والغربيين يميلون الى مسانده الدكتاتوريات المحليه في الوطن العربي. ومن الواضح ان فكره نشر الديمقراطيه التي كانوا يتذرعون بها في الثمانينات وقبلها اصبحت حكايه قديمه خلص. وهم لن يجدوا في اليمن الان يعني سلطه الدكتاتوريه تضمن لهم الاستقرار الذي يطلبونه غير جماعه الحوثي. اقول الاستقرار الذي يريدونه هم. وليس الاستقرار الذي نريده نحن لان لاننا كيمنيين ايضا نريد الاستقرار لكن الاستقرار الذي نطلبه غير الاستقرار الذي يطلبه البريطانيون الامريكان نحن نريد استقرارا حقيقيا وهم يريدون استقرار شكلي نحن نريد استقرار يضمن مصالحنا الوطنيه وهم يريدون استقرار يضمن مصالحهم الاستعماريه الاستقرار الذي نريده نحن هو ذلك الذي يحقق الرضا الاجتماعي ويضمن عدم عوده الصراع في المستقبل، يعني استقرار حقيقي. اما الاستقرار الذي يريدونه هم, هم فهو استقرار النار تحت الرماد. يعني يكون في الظاهر استقرار تفرضها السلطه الدكتاتوريه بالقوه وبالجبروت. لكن في الباطن هناك نار اجتماعيه تغلي تحت الرماد تنتظر فرصه الهواء لكي تهب. مثل ما هو حاصل الان في اليمن. اليوم هناك اشاعه بيتعمد البريطانيون وغيرهم من الاوروبيين قولها. هذه الاشاعه تقول ان المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اكثر استقرارا من المناطق التي يسيطر تسيطر عليها الشرعيه. بيقولوا هكذا عامدين متعمدين علشان بعدين يرتبوا عليها كلام. في حين ان الحقيقه التي يعرفها الجميع هي ان الاستقرار الذي يفرضه الحوثي هو استقرار بقوة النار والحديد يعني كبت ما هوش استقرار ظاهري يعني ما هوش استقرار حقيقي هو مثل استقرار النار كما قلت تحت الرماد وأيضا هم يدركون أن عدم استقرار مناطق الشرعية يتم بفعل فعل فعل أجنبي يمنع قيام الدولة اليمنية ويمنع الاستقرار وقيام الشرعية اليمنية بواجباتها وربما هناك من يتواطأ معهم من داخل القيادة اليمنية نفسها احتمال ما هو المستقبل كفيل بفضح كل الاوراق والملفات الامارات والسعوديه هم الذين افشلوا مشروع قيام الدوله الشرعيه في اليمن وهم الذين هيئوا الشروط الضروريه للفوضى في كثير من المناطق وهناك شكوك لدى بعض السياسيين اليمنيين بان بعض قيادات الشرعيه متواطئون في ذلك في افشال الشرعيه لأهداف خاصة ربما كما قلت تنكشف في القريب إذا إذا سمعنا كلمة الاستقرار تخرج من فم البريطاني أو الأمريكي فعلينا أن ننتبه إلى أن مفهومها عندهم غير عندنا الكلمة الجميلة أحيانا الكلمة استقرار كلمة جميلة لكن الكلمة الجميلة أحيانا قد تحمل سما زعافا مثل الحية الجميلة الملونة اللي لدغة و... والقبر لو لم يكن للربيع العربي إلا هذه الحسنة لكفته فخرا يعني حسنة إسقاط الأقنعة كلها في الداخل وفي الخارج صار اللعب على المكشوف وهذه خطوة إلى الأمام خطوة ممتازة نحتاجها نحن الشعوب والمثقفين لأنها وفرت علينا وقت طويل كنا نهدر في إقناع الناس بأن الحكام المحليين مجرد وكلاء للاستعمار وهو الذي يأتي بهم ويحميهم من السقوط كم كنا محتاجين من الوقت علشان نقنع الناس بهذا ثورات الربيع العربي كشفت كل شيء اليوم كل شيء أصبح مكشوف ومعلن يطلع الرئيس الأمريكي نفسه يقول صحيح أن محمد بن سلمان متورط في جريمة مقتل خاشقجي لكن مصالح أمريكا أهم من خاشقجي يعني نحن سنتعامل مع من يوفر مصالحنا بغض النظر عن حقيقته وموقفه من شعبه طبعا هذا لا يعني ان الدوله العميقه في امريكا وصحف الدوله العميقه ضد هذا المبدا لكن الدوله العميقه في يعني في امريكا تفضل العمل بطريقه هادئه طريقه اخرى تفضل الحفاظ على مصالحها بطريقه اخرى الدوله العميقه في امريكا اشطر من ترامب لانها تفضل ان يخدمها حاكم عربي سمعه مقبوله عند شعبه لكي لا, لا تبدو عند الأمة الأمريكية وكأنها تدعم القتلة والسفاحين فتنهار القيم الأمريكية الدولة العميقة في أمريكا وفي بريطانيا حريصة على سمعتها عند شعوبها ويعرفون أن التفريط الصريح والتفريط الرسمي بالقيم الإنسانية وبالقيم الأوروبية سيضرهم أكثر مما ينفعهم ولهذا يفضلون الحاكم العربي الذي يخدمهم دون ان يسبب لهم حرج عند شعوبهم واحد مثل محمد بن سلمان خلص صار يسبب لهم حرج لانه حتى القيم الانسانيه في امريكا هي عباره عن ادوات في المذهب البراغماتي النفعي الذي يتبناه الامريكان ما هيش قيم مستقله بذاتها مثل ما نفهمها نحن لا الامريكان عندهم مذهب في الاخلاق اسمه المذهب البراغماتي يعني ما ينفعك فهو جيد وهو اخلاقي وما لا ينفعك فهو ليس باخلاقي إذا الكذب ينفعك، إذا القتل ينفعك، إذا الفساد ينفعك فهو شيء أخلاقي جميل، احنا عندنا الأخلاق شيء ثابت، كيف ما كانت نتائجها. هذا هو واقع العالم من حولنا وليس أمامنا إلا خيار واحد تجاه هذا العالم هو أن نتعامل معه وفق خطه تقلل من خسائرنا القوميه وتضمن اكبر قدر من مصالحنا ما ينفعش نفكر بشكل ندي الخيار الاخر مستحيل في هذه الفتره يعني اعني خيار تغيير العالم كما يفكر البعض التفكير في تغيير العالم من حولنا اصبح خيار رومانسي ساذج ينبغي ان نقلع عنه نحن العرب أنا أخاطب بعض التيارات السياسية وكثير من الشباب الإسلامي تحديدا الذي ما زال يحلم بفكرة تمكين الإسلام وحكم العالم من خلاله وأخاطب أيضا بعض القوميين الذين يعتقدون أن الأمة العربية ما جابتهاش ولادة هؤلاء وهؤلاء نقول لهم نحن الآن مجرد أمة من الفوضى والفشل وليس في مقدورنا أن نفعل أبسط مقومات الحياة فما بالك بي مناطحة الامم القويه. وفي مثل هذه الظروف علينا ان نسلم بالحقيقه ونتصرف على ضوئها. بمعنى علينا ان نتقبل نفسيا وجود قوى دوليه عظمى مهيمنه تبحث عن مصالحها على حساب مصالحنا. وان نفكر في التفاوض معها مع هذه القوى بما يحفظ اكبر قدر من مصالحنا ايضا. يعني علينا ان نسلم باننا لسنا خير امه اخرجت للناس في هذا الوقت الراهن وان الامم الخيره هي تلك التي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر تلك هي خير امم وليس هناك معروف اكبر من حقوق الانسان وحرياته ولا منكر اعظم من مصادره هذه الحقوق والحريات ونحن شعوب شعوبا وقبائل ننكر هذا المعروف و نعرف المنكرات فقط. واكبرها الاستبداد. الاستبداد الذي ياتي بكل اشكال الفساد هو المنكر الذي ننكره تنكره الفطره في الحقيقه، الذي تنكره الفطره ولا ينكره العرب. ينبغي اسقاط هذا الوهم، وهم الخيريه والتصرف مع العالم وفقا يعني تصرف وكاننا انداد لهذه القوى، هذا مش حاصل. نحن ضعفاء والمفروض نتصرف وفقا لقانون القوي مع الضعيف او الضعيف مع القوي وعندما نعمل وفقا لقوانين النهوض والتقدم التي اودعها الله في الطبيعه يمكننا حينها ان نفرض شروطنا الخاصه وان نناطح وان نحلم بقياده العالم كما تفعل امريكا اليوم، امريكا اليوم تتصرف من منطلق كونها صاحبه القوامه صاحبة القوامة على الكرة الأرضية وهذه الفكرة وإن كانت مرفوضة من قبل الشعوب الأخرى إلا أن فيها الكثير من المنطق يعني لو تخلينا عفوا لو تخيلنا نحن العرب لو تخيلنا العالم عبارة عن أسرة كبيرة جدا من المنطق أن يعني كل هذه الأسرة رب أسرة كبير يشكمها يتحكم بها ويدير خلافات الأبناء والأشقاء من ناحية ثانية صحيح أن رب الأسرة هذا منحاز المصالحة على حساب مصالح الأسرة وبلطجي في كثير من الأحيان يدير الأسرة عن طريق المؤامرات والقوة المفرطة إلا أن وجود هذا البلطجي أو هذا المتحكم أفضل من عدم وجوده وحتى لا يساء فهم لا يساء فهمي دعوني أشرح الأمر بطريقة أخرى العالم بالفعل أشبه بأسرة كبيرة هذه الأسرة مكونة من أفراد كل فرد له مصالح تتناقض مع مصالح الفرد الآخر هذا يؤدي إلى الصراع بجانب عوامل الصراع الأخرى طبعا وفي هذه الحالة يحتاج العالم إلى من يضبط إيقاعه ويدير خلافاته في العصر الحديث ابتكرت الدول منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لهذه المهمة لإدارة الصراع أو لتلافي الكوارث قامت هذه المنظمه بعد كارثه الحربين العالميتين الاولى والثانيه. الا ان هذه المنظمه والتي قبلها اللي كان اسمها عصبه الامم اخفقت في تحقيق اهدافها الى حد كبير فاصبحت الامم المتحده تدير الحروب اكثر مما تمنعها او توقفها. ومع ذلك فان وجود الامم المتحده خير من غيابها على الرغم من كل العيوب التي فيها او الصور التي التصور الذي فيها. الذي لدينا عنها. لماذا؟ لانها تحقق نسبه لا باس بها من التوازن والسلام في العالم. وتعين الكثير من المتضررين. لكن منظمه مثل الامم المتحده قد تفشل في اي وقت بسبب مطامع السياسيين في الدول الكبرى. ولا احد يستطيع ان يضمن بقاء امريكا واوروبا أو على نفس القيم الغربيه المعروفه اليوم، هذه القيم هي اللي بتخدم شويه وبتحقق توازن. لا نستبعد ان تاتي اللحظه التي تتحول فيها مثلا امريكا او اوروبا الى دوله او الى دول مثل روسيا. روسيا دوله لا تؤمن بالديمقراطيه بقدر ما تؤمن باستخدام القوه المفرطه في تحقيق اهدافها، مستعده تستخدم حتى النووي. وفي هذه الحاله سيتحول العالم الى غابه غابه حقيقيه ياكل القوي فيها الضعيف. ونحن الطرف الضعيف بطبيعه الحال في هذه المعادله. ولهذا اقول ان من مصلحتنا نحن العرب المحافظه على الحاله الغربيه على الرغم من عيوبها ومساوئها. الحاله الغربيه هذه بقيمها و... وعيوبها. هذه الحاله تحقق توازن دولي لا باس به مهم. وعلينا ان نسعى في, ال... في الوقت نفسه الى مساعده اي قوه اسلاميه او عربيه صاعده تحد من الهيمنة الغربية على العالم كما هو حال تركيا الجديدة الصاعدة أنا أقول دائما تركيا الجديدة الصاعدة ستخدم العالم وتحد من هيمنة النفوذ الأمريكي والنفوذ الغربي وهذا في صالح الجميع علينا أن لا نفكر بأنانية يعني حتى لو لم يكن لدى تركيا مثلا أجندة جيدة تجاه العرب في الحقيقة أجندتها ممتازة تجاه العرب لكن حتى لو لم يكن ذلك إلا أنه مجرد صعودها ومجرد وجودها يحد من وجود الهيمنه الامريكيه والغربيه وهذا لصالح الجميع باختصار ينبغي ان نفكر بطريقه براغماتيه لا بطريقه مثاليه انفعاليه نحن انفعاليون ننفعل ولا نفعل لان الانفعال والعاطفه اصبح وسيله بيد المشاريع الظلاميه توظفها لصالحها كما تفعل ميليشيا الإمام تعبئ الناس بخطاب ثوري وتوهمهم بأن القدس أصبحت قاب قوسين أو أدنى بمجرد أن ينهزم المرتزقة في مارب حنوصل القدس ومع أني أعتبر الخطاب الديني كل خطاب عاطفي تعبوي لا يناسبنا إلا أني ما زلت أتذكر بإعجاب تلك المحاضرة التي ألقاها المفكر الإسلامي العراقي محمد أحمد الراشد في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كان عنده محاضرة عن النظام العالمي الجديد مشهورة كانت محاضرة رصينة ومليئة بالمعلومات وباللفتات الذكية ولفت انتباهي فيها قوله إنه كان يتمنى لو أن المسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي لم يطالبوا بالانفصال عن الاتحاد عن الاتحاد الروسي وكان يتمنى لو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الناس كلهم في دول كثيره انفصلت عن الاتحاد السوفيتي بعضها مسيحي وبعضها اسلامي هو كان يتمنى ان لا ينفصل المسلمون بدول مستقله وان يظلوا ان يبقوا ان يبقى ضمن الاتحاد الروسي قال ذلك افضل لهم لانه سيجعلهم يعني اغلبيه داخل الاتحاد الروسي بعد ان انفصلت جمهوريات مسيحيه عديده عن الاتحاد هذا التفكير البراغماتي كان لافت للانتباه بالنسبة للشاب كان يعتقد انذاك ان افضل عمل يمكن ان يقوم به المسلمون في الاتحاد السوفيتي هو اعلان الاستقلال وتاسيس جمهوريات اسلامية مستقلة على شاكلة باكستان التي انفصلت عن الهند. لكن المفكر العراقي هذا كان له راي ثاقب اللي هو محمد احمد الراشد، تعالوا نستمع اليه في جزء قصير من تلك المحاضرة فقط لكي نتعرف على نموذج من التفكير السياسي البراغماتي غير المثالي الذي ينبغي ان يقتدي به الشباب الاسلامي او الشباب الاسلامي والقومي سيتبع هذا حتى النظر في مساله الثورات في بعض انحاء العالم الاسلامي التي لا حاجه لها كما ارى مساله الثوره في الفلبين وهي دوله نصرانيه كبيره فيها قله اسلاميه لو تجمل المسلمون بالطريق السلمي لكان لهم افيد ولاثروا اكثر ولحفظوا حقوقهم اكثر بل الحديث في هذا اعمق حتى في مساله الجمهوريات السوفيتيه وكنت ارى واخرون يرون انه ليس من الصواب انفصالها عن الاتحاد السوفيتي لان الاتحاد السوفيتي قد انفصلت عنه جمهوريات نصرانيه اخرى هذا الانفصال سيولد أغلبية إسلامية في الاتحاد السوفيتي الباقي لو بقيت الجمهوريات الإسلامية وعند ذلك يمكن أن نجير كافة العلوم والقوى الموجودة في الاتحاد السوفيتي لصالح العالم الإسلامي خلال عشرين سنة ربما بالتوالد الكثير الذي يتوالده المسلمون وب انقطاع النسل الذي يتذرع به غيره من غرائب الصدف او من تدابير القدر الطريفه ان بريطانيا اليوم عادت الى الاهتمام بالمنطقه عامه وباليمن الجنوبي خاصه في نفس اللحظه التاريخيه التي عادت فيها الامامه بعد ان رحلتا كلتاهما من قبل في توقيت واحد يعني راحوا في توقيت واحد وجاءوا في توقيت واحد رحلتا زمان بعد أن حاربتا الجمهورية اليمنية والثورة اليمنية من من قبل جنبا إلى جنب قاتلوا مع بعضهم ضد الجمهورية اليمنية نعم لقد حاربت بريطانيا إلى جوار الإمامة في ستينيات القرن الماضي واستعانت بالطيران الإسرائيلي أيضا لمساعدة الإمام البدر وقواته ضد الجمهوريين في 62-63-64 في تلك الفترة على اعتبار أن الحرب ضد الجمهوريين هي حرب ضد عبد الناصر الذي كان عدو بريطانيا وإسرائيل وهذا ما تحدثت عنه الصحف الإسرائيلية قبل فترة وربما تستغربون إذا قلت لكم إن اسم النخبة النخبة هذا اللي في ال... الذي يطلقه الإماراتيون على الميليشيات التابعة لهم في جنوب اليمن هذه التسمية هي تسمية بريطانية في الأساس ولهذا ال... لهذا الاسم قصة في الحرب الماضية على الثورة اليمنية في ثوره من 26 سبتمبر اتبع البريطانيون سياسه ضبابيه مقصوده كما وصفها احد الكتاب فاوعزوا او القوا على وكاله الاستخبارات البريطانيه اللي كان اسمها ال ام 16 اوعزوا اليها بمسؤوليه الاتصال بشكل سري مع الملكيين قالوا لها تواصلي مع الملكيين والاستخبارات قررت انذاك استغلال خدمه شركه كان في شركه تقدم شركه مرتزقه يملكها الكولونيل ديفيد سترلينغ هذا سترلينغ مؤسس وحدة اسمها وحدة النخبة في بريطانيا اس اي اس استعانوا به من اجل ان يعني تنفي بريطانيا تدخلها الرسمي لاحظوا مؤسس وحدة النخبة ولاحظوا ايضا انهم اداروا الحرب بواسطة شركات مرتزقة كما تفعل بريطانيا الامارات اليوم في الجنوب سترلينغ هذا جند للعمليات عشرات الجنود ممن خدموا في وحدته الذين وصلوا إلى اليمن بصفتهم مستشارين لقوات الإمام البدر عضو البرلمان البريطاني نيل ماكلين وهو خريج الاستخبارات البريطانية أيضا عمل بمثابة وزير للخارجية وزير خارجية للمرتزقة في صيف 63 أجرى ماكلين اتصال مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن اللي كان اسمه العقيد دان حيران. وبحث معه بشان مساعدة اسرائيل للامام. حيران نقل الطلب عبر الوسائل المتبعه الى الدولة اسرائيل، وبعد بضعه ايام وصل ماكلن الى تل ابيب والتقى بموشي الذي كان ايامها وزير للزراعه، لكن كان له نفوذ. الا ان له كان صلاحيات طويله في الامن اللي هو موشي ديان، انه وزير زراعه. وبعدين التقى مع مائر عميت رئيس الموساد ايامها. وافقت اسرائيل مبدئيا وخلال خريف 63 زادت الاتصالات بين الطرفين وبدات هناك خطه عمليه تبلورت لدعم الامام البدر. اسرائيل تدعم الحوثي القديم. العمليه التي سميت في الجيش الاسرائيلي انذاك بعمليه روتب. وبعد ذلك عمليه دربان. بدأت هذه العملية تتبلور حسب ما قال الكاتب الإسرائيلي يوقف ألبز في صحيفة هارتس الإسرائيلية وأضاف ألبز هذا قائلا في 31 آذار 1964 أثناء الليل حلقت طائرة نقل إسرائيلية في سماء اليمن وكان الطاقم برئاسة الطيار المقدم آريه عوز وجه الطائرة هذا المقدم نحو شمال اليمن بين معسكرات الجيش المصري بعد لحظات راى عوز في الاسفل عدد من الحرائق الصغيره ربما كانت مؤشرات يعني للملكيين فاضع الضوء الاخضر في اسفل الطائره اشارات اتصال يعني ثم بدا بالقاء مظلات التموين التي كانت عباره عن 12 صندوق من الخشب مملوء بالسلاح اما الذخيره والمعدات الطبيه فشكت طريقها بهدوء عبر المظلات نحو الارض نجاح الإسقاط إسقاط التبوين والسلاح عزز ثقة الطرفين يعني نتيجة لذلك وخلال السنتين التاليتين قامت اسراييل بثلاثة عشر طلعة جوية في سماء اليمن استهدفت تسليح الملكيين ولكن بسبب حساسية الأمر كان كان ينبغي أو يجب الحفاظ على السرية التامة لهذه العمليات باستثناء عدد قليل منها من القيادة العليا الملكية يعني ما كانش ما كانش حد عارف يعني من الملكين في اليمن هذه المعلومات الا الامام البدر وشويه جنبة ما كانش حد يعرف من اللي الدوله اللي بتزود الحوثيين انذاك او الملكين انذاك حتى السعوديه ما كانتش عارفه خوفا من انه يرفعوا ايديهم عن دعم الامام الشاهد في هذا الكلام هو ان ان ما ما جرى في في الستينيات بصوره سريه كامله يجري اليوم ايضا بصوره سريه كامله الحوثي اليوم يرفع شعار الموت لامريكا والموت لاسرائيل، لكن في الكواليس يبرم اتفاقات سريه نحن لا نعرف طبيعتها الان، لكن يوما ما ستنكشف. مثل ما انكشف تحالفه مع السعوديه لما طلع انور عشقي يتكلم فيه. وطبعا لا ننسى تحالف الغدر العربي، فهو مجرد صدى صوت للمستعمر الغربي السعوديه والامارات مجرد قفازات لهذا المستعمر. إذا بالتأكيد هناك أمور تجري في الخفاء لا نعلم عنها شيئا وربما تنكشف بعد سنوات أو عقود لا ندري الآن كيف تواصل الحوثيون مع الأمريكان والبريطانيين وأقنعوهم في البداية بأنهم الأنسب لمحاربة الإخوان المسلمين والسلفيين في اليمن ودخلوهم صنعاء لهذا بهذا العذر ولا ندري ما هي الصفقة التي تمت بينهم حينها ولا نعرف الآن بالضبط طبيعة التفاهم الأمريكي البريطاني في اليمن لكن من الواضح أنهم يريدون إبقاء الجمر تحت الرماد كما قلت البريطانيون وهو ما يتوافق مع هوى السعوديين والإماراتيين بالطبع لكن بلا شك يظل تحالف الغدر والخيانة هو المسؤول الأول عما سيجري في المستقبل لليمن هذا التحالف الغادر يرتب الآن ربما لما بعد عبد رب منصور هادي صحة الرئيس هادي أصبحت سيئة وقد يغادر الدنيا في أي لحظة وطبعا موت سيترك للتحالف مشاكل كثيره تحتاج الى مواجهه من الان وترتيب من الان يعني مثلا اذا مات هادي نائبه علي محسن سيتولى المسؤوليه وهذا خيار غير مقبول لدى الامريكان والبريطانيين مؤشرات الرفض له جاءت قبل ايام على شكل تسريبات امريكيه تقول ان الرجل كان داعما للارهاب يعني علي محسن هذه مؤشرات تدل على انه احنا رافضينك هذه التشريبات ارادت القول على ما ان علي محسن ليس مقبولا في المنصب الرئاسي من اطراف عديده محليه ودوليه ولهذا يفكرون في استحداث منصب نائب ثاني يخلوه علي محسن كما هو نائب للشؤون العسكريه ويجيبوا منصب جديد يسموه نائب الرئيس للشؤون السياسيه يكون هو البديل لهذه والبديل هذا لابد ان يكون جنوبي بالطبع ورئاسه مجلس النواب لابد ان تكون جنوبيه من فصيل الرئيس هادي او فصيلته من نوعيته لان مجلس النواب قد يتولى المسؤوليه في حال اذا حصل شيء لمنصب الرئاسه ولهذا يرتبون هذه الايام لعقد جلسه لمجلس النواب من اجل اختيار رئاسه جديده للمجلس بدلا عن الراعي الذي اصبح اشبه بالمعتقل عند الحوثيين الشاهد في الموضوع ان الترتيبات تجري لضمان مصالح السعوديه والامريكان اكثر مما تجري لضمان مصالح اليمن واهله ليس همهم انهاء حاله الانقلاب تماما ولا همهم اسناد حكومه شرعيه حقيقيه وانما همهم ضمان مصالحهم التي يعتقدون انها لن تتحقق الا بتخريب اليمن. في هذه الحاله يصبح معظم العبء الاخلاقي والتاريخي على قياده الاحزاب والشرعيه والدوله اليمنيه. ماذا سيفعلون وهل التنازلات التي يقدمونها والصمت الذي يمارسونه هل له ثمن لصالح اليمن ام ماذا نرجو ذلك الى هنا تكون الحلقة قد انتهت نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله